كلنا نقدر نصدق وكلنا نقدر ندفع وكلنا نقدر اليوم نفك كربه، لكن شو يا تليفون الريال بعد صلاه العصر، الحق بنتك تعبانه، شله ودى المستشفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه، كيف حالكم؟ عساكم طيبين ان شاء الله. يا مرحبا بكم جماعه الخير. انا متجه الحين الى منطقه جديده، منطقه جميله في هاي الاجواء الرائعه، ولله الحمد، يعني الحمد لله شفنا الاجواء ستتغير احسن واحسن. الحمد لله درجه الحراره اليوم الصبح اللي تابعني في السناب درجه الحراره كانت 24. نتمنى ان شاء الله الحين ان الصوت يكون واضح باذن الله سبحانه وتعالى. نبغي يا جماعه الشير واللايك والامور هاي كلها ان شاء الله، يعني الخلاطه السعيده نسميها، الخلطه السعيده هذه، وضبطوا امورنا وضبطوا اموركم ان شاء الله. الاجواء جميله، انا تعمدت اني اطلع في هذا الوقت كالعاده، وان شاء الله هاي العاده ان شاء الله بننساها، ان شاء الله بننساها. اللي هي لازم اشيك على الصوت الحين، عندي شيشه ادنوك، ان شاء الله رب العالمين على الامارات العابر. انا فاتح الخوذه وان شاء الله اتمنى ان الصوت يكون واضح ان شاء الله رب العالمين. بوقف في شيشه ادنوك الحين، دبل تشيك على الصوت ودبل تشيك على الامور كلها ان شاء الله. الحين دبل تشيك، الله يسلمكم على الصوت، خليكم وياي شوف الصوت ان شاء الله. اخر مره مصور في النهار قبل فتره، الله يكفينا شركم. يا جماعه الخير، نفس ما قلت لكم، يعني اخر مره طالع النهار ما اعرف والله متى، قبل فتره تقريبا. الحين الساعه 6:15 تقريبا، وقدامي 25 دقيقة لما اوصل المكان اللي انا ابغاه. على العموم ان شاء الله في كل الاحوال، سواء وصلت ولا ما وصلت، انا بسير المكان هذا بجلس شوية، مال 10 دقائق ربع ساعة، وان شاء الله بعقب متحركين منطلقين ان شاء الله عند الشباب. طبعا يا جماعة انا وصلت منطقة ورسان، او منطقة وين اماكن تحلية المياه، منطقة ورسان، هذه المشاريع الضخمة ما شاء الله الموجودة في امارة دبي، مبروكة هناك منطقة ورسان، وين الله يسلمكم المشاتل موجودة هناك. جيت أنا وعينت من الله خير وصليت المغرب هني، أغراضنا موجودة هناك، وهذا البطل شداد، وهذا كوكب الزهرة، ها هذا كوكب الزهرة، ما أدري المشتري، ما أدري المريخ، موجود على بركة الله. منطلقين إن شاء الله. تشيك في سيائر ورا ولا ما في؟ لأن توه ما شاء الله عليهم الشباب يتريسون هنا. يا جماعة الخير، أبغى أتكلم عن شيء مهم جدا جدا، يعني صراحة الواحد منا غافل عنه بشكل كبير، صراحة الواحد غافل عنه بشكل كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا يا رب. الموضوع اللي بتكلم عنه جدا جدا مهم يا جماعة. هذا الموضوع شو يا عبد الله؟ شو أنت مقلقنا؟ يعني شو مستوي؟ شو السالفة؟ شو الموضوع؟ يعني أنا بقول لكم يا جماعة، الموضوع اللي بتكلم عنه موضوع الصدقة، اللي بتكلم عنه ان شاء الله موضوع الصدقه. عاد ما بستوي انا مطوع دين او امام دين، لا، انا بتكلم يا الله يسلمكم من يعني نبغى فلوقنا هذا يكون متميز شويه عن الفلوقات الباقيه، والمعلومات اللي تكون فيه عن الصدقه تكون معلومات ان شاء الله طيبه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ينفع بها يا رب العالمين. دائما يا جماعه، نحن كطبيعه انسانيه، كنفس بشريه، دائما يعني تحب ان تنفق او تدفع فلوسها او ندفع فلوسنا في امور الكماليات. يعني مثلا سارين مطعم، نتعشى مطعم بتكلفه وقدره 500 300 200 100 واتيفر، يعني نشتري تليفون بمبلغ وقدره، نشتري عطر بمبلغ وقدره، نشتري شراكه، نشتري، كل هاي مبالغ، ونحن ندفع ونحن نضحك ونحن مستانسين. بالعكس، الحمد لله، الله يدوم علينا الصحة والعافية ويدوم علينا الوناسة دائما وأبدا إن شاء الله. لكن يا جماعة الخير، يعني لا نغفل ولا ننسى اليوم الصدقة وعظم الصدقة، ويعني مفعول الصدقة عند رب العالمين. في البداية يعني هاي الإشارة المدنية، هاي إشارة يمكن نص ساعة مواقف عليها، فعقب ما تفتح الإشارة هاي بنقبض الخط إن شاء الله. والله يا جماعة الله، الإشارة هذه خمس دقائق واقف عليها.
معكم. المهم نرجع لصلب حديثنا او لص حديثنا يا جماعه الخير، يعني انا ما بتكلم عن صدقه من باب الدين الاسلامي والايات القرانيه اللي الله سبحانه وتعالى تكلم عنها والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم عنه عن موضوع الصدقه، لكن خلينا احنا نتكلم بصوره فطريه، نتكلم بصوره فطريه كبشر يعني محتاجين ان الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء، وصدقة تدفع البلاء. وصدقة السر يا جماعة خير والله والله مفعولة عجيب 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 عجيب. صدقة السر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق ما بيمينه حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا الله، بس نحن لو نتفكر في هذا الحديث يعني سبحان الله، الله يجعلنا منهم إن شاء الله رب العالمين، ويجعلنا ويجعل كل اللي يعزون علينا. الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تقي مصارع السوء. يعني اليوم إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لك أنه يستوي لك شيء بقدرته سبحانه وتعالى وجبروته وعزته إن شاء الله بالصدقة، رب العالمين بيفرج عليك وايد أشياء. واللي بتكلم عنه بعد النفس البشرية يعني مفطورة ان اذا دفعت شيء تحصل شيء، سبحان الله. يعني اذا دفعت انا 100 درهم فانا بشتري شيء ملموس، شيء مادي يعني انا اقدر اشوفه، لكن الاجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى يعني الصدقة مربوطة باليقين. يعني نحن نوقن يقيننا كامل بالله سبحانه وتعالى ان اذا صدقنا فهي عند رب العالمين تقع بمنزلة ما يعلم فيها غير يوم القيامة إن شاء الله. والله يجعلنا من أصحاب اليمين يا رب العالمين. يتفاجأ الإنسان يعني بجبال كبيرة بحسنات كالجبال وهو مبعارف من وين أصلا. لأن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أو تقع الصدقة اليوم في مكان عند رب العالمين يربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هو الحصان الصغير، يتعبل منه ويراعيه ويغسله ويشربه ويأكله. فالله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير يربي الصدقة حتى تكون كالجبال. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلهم الصدقة يا جماعة الخير كذلك، ودفع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رب درهم سبق 1000 درهم. يعني أنت عندك ريال، عندك درهم اليوم تصدق فيه، غير اللي يصدق 1000 درهم. فأنت اليوم بالدرهم هذه سبحان الله يعني رب العالمين يسر لك أمورك ويفرج عليك كربة ويقضي عنك اليوم شيء أنت لا قدر الله قد يقع عليك، ولكن اللي دفع عنك شو؟ اللي دفع صدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا. النقطة الثانية بتكلم عنها موضوع الصدقة. إذا كانت الصدقة أنت تصدق اليوم، يعني ما تبغى تقول ان انا فلان بن فلان صدقت، لا، انوي بها لوجه الله سبحانه وتعالى، انوي بها لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تدري رب العالمين والله كاتب لك الخير فيه. اذا كانت الصدقه اخواني الله يحفظكم يعطيكم الصحه والعافيه، مرتبطه بفك كربه. شو يعني فك كربه؟ يعني اليوم الشخص هذا اللي انت متصدق عليه عنده كربه، فجاءت صدقتك تفرج كربه هذا الانسان. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب شو؟ من كرب يوم القيامة. يا الله، وما أدراك ما يوم القيامة. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله رب العالمين. كربة الدنيا ولا شيء عند كرب يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفرج علينا وإن شاء الله يكفينا يعني شر هذاك اليوم. الله يجعلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يا رب العالمين. فسبحان الله يا جماعة، صدقة وفعولة عجيب. وسامحوني أنا يعني كان ودي أني أتكلم يعني في موضوع صدقة ولما له من أهمية اليوم في أمور وايد أمور وايد أمور وايد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا. اللي شوفوا يا جماعة بعد نقطة مهمة، كلنا حطوها في بالكم ولا تنسون، كلنا نقدر نصدق وكلنا نقدر ندفع وكلنا نقدر اليوم نفك كربه، لكن شو؟ من الذي سيسره الله لفعل هذا الشيء؟ الله يجعلنا ممن حسن عمله، ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين.
والله يا جماعة ما شاء الله تبارك الله يعني الجو جميل، وسامحوني عاد يعني أنا بغيت اليوم أتكلم عن موضوع الفلوق هذا، موضوع الصدقة شيء مهم جدا. فبدال نحن ما نقول والله يا جماعة يعني إن شاء الله إن شاء الله يوم بديني فلوس بصدق، إن شاء الله إن شاء الله بديني فلوس بصدق. قصة بقولكم قصة، وهذه قصة حقيقية حصلت في المملكة العربية السعودية. شو هي القصة يا عبد الله؟ القصة كالتالي، خبرني واحد من الجماعة جزاه الله خير اللي يسردها عن صاحب من أصحابه المقربين. هذا واحد يقولكم في المسجد يصلي معهم في المسجد في منطقة من مناطق المملكة المبروكة، الله يحفظها إن شاء الله ويدوم عليها عزة، يصلي صلاة العصر. المهم الريال هذا الله يسلمكم عنده، الله يحفظكم إن شاء الله عيالكم، عنده ثلاث عيال، بنت ولدين. البنت هذه بعيد الشر عنكم، أول ما ولدت مسكينة مريضة، هذه البنت مريضة وايد مريضة يعني. فبالتالي الريال هذا مسكين من مستشفى لمستشفى ومن مستوصف لمستوصف وغيرها مراقبة وكذا، الريال ميسور الحال على قد يعني راتب له ولزوجته ولعياله. بعد ما ضاقت بالدنيا كلها يعني شاف بنته مسكينة يعني وايد تعبانة، وكمل على المدة هذه سنوات، الله يعلم كم السنوات هذه، وهو صابر على ابتلاءه، وهو صابر على مصيبته. الله ياجر إن شاء الله وياجر جميع إن شاء الله اللي صبروا على مصايبهم. أنا ما بطول عليكم القصة، لكن بعطيكم مختصر المفيد من القصة. شو بيت القصيد؟ بيت القصيد فضل الصدقة عند رب العالمين. المهم يا جماعة، نفس ما قلنا حديث رسول صلى الله عليه وسلم، صدقة السر التقين وصارع السوء. فخلونا مع بعض نتكلم في هذا الجزء. يا تليفون الريال بعد صلاة العصر، الحق الحق بنتك تعبانة، شله ودها المستشفى، ودها المستشفى، دخلوها المستشفى العناية، قالوا يا جماعة الخير البنت حالتها جدا جدا يعني لا تسر القريب ولا تسر البعيد، فحولوها على العناية المركزة. العناية المركزة طبعا حطوا عليها البيبات وحطوا عليها الحدايد، الأم تصيح، الإخوان يصيحون، خواتها يصيحون، وغيره وغيره غير كلهم الناس تصيح، والولد والريال متقبض بحبل وثيق وحبل من الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم إن كان خيرا فقدمه لي، وإن كان شرا فأبعده عني. فسبحان الله سبحان الله يعني تمت البنت على هذه الحالة مدة أسبوع كامل، لا ليلهم ليل مساكين ولا ليلهم ولا نهارهم نهار. تطور الموقف لدرجة أن رفعوا تقرير أن البنت توفيت دماغيا، الله يحفظكم إن شاء الله، البنت توفيت شو دماغيا. فخبروا بالريال، طبعا منو اللي خبر الريال؟ خبر الريال دكاترة، هاي كانوا مجموعة من الدكاترة. فأنت تخبر لا أنا بخبر، أنت خبر لا ما نقدر، كيف العائلة كلها تصيح بها. المهم يود الريال، تعال يا أبو فلان بنتك توفيت دماغيا، يعني أننا إحنا القلب شغال لكن المخ واقف. فالريال قالوا له خلاص يعني نعلن الوفاة، يعني نتريى لمن الله سبحانه وتعالى يعني ياخذ روحه الطاهرة وكذا. قال خلوها خلني أقرأ عليها وخلوني أطلع إن شاء الله يعني لما أرتب أموري وارجع لكم مرة ثانية. فالريال خذ يومين وهو بعيد عن المستشفى، والبنت طبعا خلاص يعني متوفية دماغيا، الله يلطف بحالها ويلطف بحال جميع المرضى المسلمين يا رب العالمين. بيت القصيدة يا جماعة الخير. وهو طالع ثاني، هو سائر من المستشفى، حصل واحد الله يسلمكم عند باب المستشفى، فقال له الله يخليك أنا أبغي مبلغ، الله يخليك أبغى أشتري دواء حق يدتي ومحصل ما عندي ولا ريال. قال له هذا أبو البنت، قال له تكفى والله ما في جيبي غير 3 ريال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها فيها الأجر والخير لبنتي. فأعطاه المقسوم ريال، أعطاه 3 ريال ودش المستشفى. وطبعا هو يعني خلاص البنت خلاص يعني قضاء وقدر طال عمركم، وتتريى أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أن خلاص يتم قبض روحها في 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 اوقات يعني الله يعلم عند الله سبحانه وتعالى العلم يعني. فالمهم يا جماعه الخير، البنت نفس ما قلنا متوفيه دماغيا، القلب شغال ولا حركه ولا شيء ولا شيات. المهم من بعد ما اعطى الريال ريالين هذه او 3 ريال عفوا، بعد ما اعطاه 3 ريال الله يسلمكم بقدره الله سبحانه وتعالى، وشوفوا اليقين يعني الناس الطيب، الناس اللي عايشين على الفطره والناس المتمسكين
بحبل من الله سبحانه وتعالى، كيف متوكلين على الله سبحانه وتعالى. بعد 7 ساعات من الموقف هذا، والريال يعني على لسانه، وهو هذا مسكين الولد او هذا الريال يخبرنا القصة، وهو يصيح، الريال ربيع يخبرني يعني، هو الريال يقول خبرنا في الميرس، وهو يصيح يقول يعني بخبركم شو يعني المفاجأة. بعد 7 ساعات بدأ الدماغ يعني بدأت نبضات الإشارات تي للدماغ البنت، وأعلن الدكاترة قبل ما يعلنون حالة الوفاة خلاص إن البنت خلاص يعني متوفية. بدأ الدكتور يصرخ الحقوا في نبضات في الدماغ، الله أكبر سبحان الله. فبدأت الحالة ترد شوي 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 شوي، بدأ الدماغ يصح، وبدأت الحمد لله رب العالمين البنت تبطل عيونها، وطبعا ما تتكلم لأن لا قدر الله يعني لا سمح الله يعني الله يلطف بحالها، كانت يعني بين الحياة والموت يعني وضع الله واحد ما يحسد عليه، الله يلطف بحالها إن شاء الله. فهذه البنت الله يسلمكم بدأت نبضات الدماغ ترد، بدأ المخطط الدماغي يشتغل عنده، وبدأت البنت ساعة عن ساعة بدأت تصحصح، ولله الحمد في غضون 3 أيام هذا طلعت البنت من المستشفى، والحمد لله رب العالمين بخير وصحة وعافية. والبنت قال لي ربيعي خبري، قال بخبرك المفاجأة، رواني صورة، فقال لي هذه البنت في حضن أبوها. قلت يا الله، وحافظة بعد الله يسلمكم صور من القرآن الكريم. يا سبحان الله العلي العظيم، وماذا ما في شيء على الراهب على الله بعزيز، ما في شيء على الله بعزيز. نحن كلنا بشر، واليوم يعني أمورنا وحياتنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. اليوم نحن فقارة باكر أغنية، اليوم مرضى باكر الله شافنا. فالواحد ما يقطع يعني اليقين بالله سبحانه وتعالى، ويكون يعني موقن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله يعطيكم الصحة والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ حر القبور عن أهلها. يعني أحيانا الإنسان ما يضمن نفسه، من يضمن نفسه أنه في الجنة وأنه في القبر لا يعذب وأن الله عز سينجيه؟ نقول بصدقة قد تكون ب10 دراهم، قد تكون ب100 درهم، بأقل بأكثر من ذلك، المهم تخلص بها لوجه الله عز وجل، وتنوي بها أن يعتقك الله عز وجل من النار وأن يرفع الله درجتك عنده في العليين. نقول يخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ صدقة، يعني تشوفها بسيطة. بعض الناس يقول إيش 10، أنا أتبرع 10، إيه إني أتبرع 1 مليون ولا لا؟ نقول لا، اليوم ارسل رسائل حث فيها من تعرف اللي وياك في الجروب كما يقولون والمجموعة، حثهم على الصدقة، لك أنت الأجر، الذي يبدأ هو صاحب الأجر، كل من سيتصدق بسببك ستكون أنت بإذن الله عز وجل لك الأجر الأعظم.